من وصية النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله لأبي ذر الغفاري رضوان الله عليه: يا أبا ذر، إن حقوق الله جل ثناؤه أعظم من أن يقوم بها العباد، وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد، ولكن أمسوا وأصبحوا تائبين. يا أبا ذر، إنك في ممر الليل والنهار في آجال منقوصة وأعمال محفوظة، والموت يأتي بغتة، ومن يزرع خيرا يوشك أن يحصد خيرا، ومن يزرع شرا يوشك أن يحصد ندامة، ولكل زارع مثل ما زرع، لا يسبق بطيء لحظه، ولا يدرك حريص ما لم يقدر له. ومن أعطي خيرا فالله أعطاه، ومن وقي شرا فالله وقاه. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almarja.com، المرجع الإلكتروني، طريقك نحو المعرفة.